تعالوا لنشوف الوضع على حقيقته. أكيد أنتم ملاحظين معي أنه الوضع الأمني عم يتحسن، بس في مجموعة أسئلة براسي مش عم لاقي لها جواب. مثلا إذا كان السيد حسن نصر الله مختفي لأنه إسرائيل ناوي تغتاله، الرئيس نبيه بري ليش مش عم يطلع من بيته؟ مين عم بيخطط لاغتياله؟ الرئيس سعد الحريري صار له 3 سنين برات لبنان، ولما كان عم يفكر يرجع في مين قتل محمد شطح على باب بيت الوسط؟ مين يا ترى ناوي يأذي الحريري؟ مين ناوي يقتل سمير جعجع؟ وليش الجنرال ميشيل عون مش عم يترك بيته؟ وليد جنبلاط، سليمان فرنجية، وبطرس حرب؟ ليش فؤاد السنيورة يدوب عم بشوف الشمس؟ طبعا رئيس الجمهورية ما بيتحرك إلا ومعه نص لواء الحرس. طيب يا عمي، كل هالناس، كل زعم البلد خايفين من القتل، أقولكن من مين خايفين؟ مين اللي قادر يقتل بعد؟ حتى أنا وعم بسأل الأسئلة خايف. هذا رأيي، فكر فيه.